جريمة غامضة تهز أرجاء جامعة نورث كارولينا. طالبة في مقتبل العمر، محبوبة لدى الجميع، كانت تعتبر قدوة ومثالا يحتذى به من قبل زملائها. كل هذا تغير في إحدى ليالي مارس من العام 2008. حدث ترك ألما وحزنا كبيرين على مجتمع نورث كارولينا. ابقوا معنا لمعرفة تفاصيل هذه القضية. كانت إيف كارسون طالبة تدرس بجامعة نورث كارولينا المتواجدة بمنطقة شابل هيل. ولدت إيف في 19 من نوفمبر عام 1985 في مدينة أثينس بجورجيا. كانت والدتها تيريزا ووالدها بوب كارسون أبوين محبين، إذ حظيت بتربية جيدة وقوية إلى جانب شقيقها أندرو. طوال سنوات شبابها كانت إيف واحدة من الطلاب المثاليين والمتميزين. كانت محبوبة من طرف أصدقائها وحظيت بسمعة جيدة لدى الجميع، وبسبب شعبيتها الكبيرة تم انتخابها رئيسة للطلاب. كان زملاؤها يظنون أنها ستذهب للدراسة في جامعة مرموقة كجامعة يال أو هارفارد، لكن إيف قررت إكمال دراستها بجامعة نورث كارولينا في عام 2004، حيث تخصصت في العلوم السياسية وعلم الأحياء. ازدهرت إيف أثناء تواجدها بالجامعة، قادت عدة منظمات ومشاريع تنموية. كانت شخصية رائعة حقا وقائدة بالفطرة ومتعاطفة مع الجميع. في ليلة ظلماء من ليالي مارس عام 2008 أخذت حياة إيف كارسون مجرا آخر، ما حدث للطالبة النبيلة لم يتوقعه أحد. في الخامس من مارس عام 2008 كانت الجامعة التي تدرس بها إيف تحتضن مباراة لكرة السلة بين فريق الجامعة وفريق جامعة فلوريدا. كانت إيف من المدرجات تشاهد المباراة رفقة أصدقائها، وحين انتهاء المباراة قرر رفاقها الذهاب لاقتناء بعض المشروبات وإمضاء ما تبقى من الليلة. لم تقم إيف بالذهاب رفقة رفاقها، حيث انصرفت إلى بيتها من أجل إنهاء بعض الواجبات المنزلية. في تلك الأثناء وعلى الساعة 33 دقيقة كان المدعوان دي ماريو جيمس أتواتر البالغ من العمر 22 عاما وصديقه لورنس ألفين لوفيت يتسكعان في الحي الذي تقطن فيه إيف. من المعروف أن من يتسكع في الأوقات المتأخرة من الليل هم اللصوص، فقد كان أتواتر ولوفيت يحاولان العثور على من سيقومون بسرقته في تلك الليلة. في تلك الأثناء كانت كارسون تعمل على حاسوبها الخاص. قررت كارسون أن تذهب إلى سيارتها لجلب شيء ما. عند رؤيتهم لها قرر أتواتر ولوفيت أن كارسون هي فريستهم في تلك الليلة. شقوا طريقهم إلى سيارة كارسون وهجموا عليها، حيث قام باقتحام السيارة. أرغم المجرمان الفتاة المسكينة أن تقود السيارة لأقرب صراف آلي من أجل أن تقوم بإعطائهم المال. قام اللصان بأخذ 1400 دولار في تلك الليلة في محاولة من أجل إخلاء سبيلها. توسلت كارسون من المجرمين، إلا أن الأخيرين كان لهما خطط أخرى. أرغم المجرمان كارسون أن تقوم بالقيادة إلى غابة خالية تبعد عن الحرم الجامعي ميلا واحدا، وهناك قرر أتواتر ولوفيت أن يقتل إيف المسكينة لأنها تمكنت من رؤية وجوههم. توسلت كارسون إلى المجرمين، لكن المجرمين كان عظيم الرحمة ورفضا، وقام بإطلاق 5 رصاصات على كارسون لتسقط جثة هامدة. في تلك الأثناء سمعت امرأة كانت تتواجد بجوار الغابة طلقات نارية، وقامت في الحين بالاتصال بالشرطة. كانت الساعة تشير إلى 5 صباحا. كانت الشرطة آنذاك تعرف من قام بإطلاق تلك الرصاصات، لكن ما لم تتوقع الشرطة أن تعثر عليه في ذلك الصباح هو جثة امرأة في عز شبابها في حالة يرثى لها، مصدومين إثر المشهد الأليم الذي رأوه. أثناء فحص الجثة من الطبيب الشرعي تم التأكد أن الجثة هي جثة الطالبة إيف كارسون. انتشر خبر العثور على كارسون في جميع أرجاء المكان،
حيث خلف هذا الخبر كمية من الحزن والأسى على ساكنة نورث كارولينا، وبالخصوص في الحرم الجامعي. كان التحقيق في مقتل إيف كارسون مكثفاً، وشاركت فيه العديد من قوى القانون. بفضل العمل الدؤوب للمحققين، تم تحديد اثنين من المشتبه بهم، ديماريو جيمس أتواتر ولورنس ألفين لوفيت. كان لأتواتر ولوفيت تاريخ إجرامي عنيف، وسرعان ما تمت الموافقة عليهما من قبل السلطات الأمنية. أظهرت الأدلة أنهم اختطفوا إيف كارسون أمام سيارتها، وأجبروها على سحب الأموال من جهاز الصراف الآلي، ثم اقتادوها إلى عدة مواقع، بما في ذلك منطقة قريبة من الحرم الجامعي، حيث تم إطلاق النار عليها عدة مرات وتركت ميتة. قال مسؤول شرطة إن هذه كانت جريمة وحشية لا معنى لها بشكل خاص. عملت الشرطة بلا كلل لجمع الأدلة وتقديم الجناة إلى العدالة. في محاكمتهم كانت الأدلة ضد أتواتر ولوفيت، لم يبدي أي ندم على أفعالهما، ومن الواضح أنهما يشكلان خطرا على المجتمع، مضيفا أنهم ممتنون لهيئة المحلفين التي رأت أنه من المناسب إدانتهم في جميع التهم وإرسالهم إلى السجن لبقية حياتهم. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.